السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم مصعب القاضي، اللي هنعمل مع بعض أحلى أومليت بجبنة الموزاريلا بالتوست. طبعا أنت تقدر تستخدمه العيش اللي تحبه. خليكم معايا في لحظة الصمت. يا عيني يا عيني يا عيني. قبل لا نبدأ مكوناتنا وندخل على الوصفة، لا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. أول مكون طبعا أساسي بالنسبة لي الزبدة. أنت تقدر تستخدمه زيت الزيتون أو الزيت النباتي، وانتظر لين ما تذوب الزبده معايا. اهم حاجه درجه الحراره تكون منخفضه عشان اضمن البيض ينطبخ معايا مظبوط. هبدا اضيف البيض من دون اي تحريك او تقليب، واضيف عليه ملعقتين كبيره من الحليب، سواء قليل الدسم او كامل الدسم او حليب اللوز او اي حليب انتو بتحبوه. ولما يبدا يستوي معايا البيض هبدا اضيف عليه جبنه الشيدر وجبنه الموزاريلا، وافضل اقلبهم على نار منخفضه لما اضمن ذابت معايا جبنه الشيدر وجبنه الموزاريلا وانطبخوا معايا مظبوط. وحضيف بهارين فقط يعتبروا بهارات اساسيه، الملح والفلفل. وبكده اصبح البيض مع جبنه الموزاريلا عندي جاهز. حقيقه الطعم خطير. نبدا بعد كده ندخل على طبقاتنا. هبدا اسوي الطبقات. اول حاجه طبقتين من الطاست، حاضيف عليهم الخس. انتوا تقدر تضيفوا البهارات اللي انت بتحبوها، عندكم كثير من الخيارات تقدر تضيفوها. اضفت الطماطم، بعدين هضيف البيض حقي اللي سويناه مع بعض، وكمان رشة خفيفة من جبنة الشيدر. ونرجع نحط طبقة تانية من التوست، هضيف عليهم الجبنة الكريمي اختياري، اي جبنة انتوا كمان بتفضلوها، النوع اللي انتوا بتفضلوه. نرجع نكرر نفس الخطوات، خس طماطم ومرة تانية البيض، ونقفل عليهم. وبكده أصبح الساندويتش حقي جاهز. حقيقة الطعم ولا أحلى والطعم ولا أروع، وخصوصا مع الجبنة الكريمة. أنا عن نفسي أحب البيض مع الجبنة الكريمة، ولما أضفت جبنة الموزاريلا طلع معايا الطعم فاخر من الآخر. أتمنى أنكم أنتوا تجربوا الوصفة وتدينوا رأيكم فيها، وتنفع تكون فطور أو عشاء، وأكيد حيحبوها أطفالكم وكمان الناس الكبار راح تحبها، ويعتبر نوع جديد من الساندويتشات. وبكده خلصت وصفتنا لليوم. أتمنى أن الوصفة تكون نالت إعجابكم، ولكم دمتم في حفظ الله ورعايته، وأشوفكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.